بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحياتي لك يا كابتن الاهلي، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي لكم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرب، وكابتن بلال. نور كابتن. كل سنه وانت طيبين. بدايه كابتن ايمن، سريعا هنتكلم في طرد عبد المنعم، هو لا يؤثر في مشاركته في مسابقه السوبر. طرد الشناوي. طرد الشناوي، انا اسف. ليه؟ لان كل مسابقه ليها الرولز بتاعها خاصه بالانذارات كابتن شريف، والطرد زي على سبيل المثال الدوري العام ليه شروطه ومسابقته، كاس مصر شروطه ومسابقته، السوبر نفس الحكايه. فبالتالي هنا الشناوي ان شاء الله هيشارك في مباراه السوبر، مفيش اي مشكله، بس حبيت اقول الكلام دوت في البدايه. دي نقطه مهمه جدا. نقطه ثانيه سريعه. تمام. الطرد يعني ماتشين. الطرد في الحاله دي ثلاث ماتشات. ثلاث ماتشات. ثلاث مباريات. مش تقرير حاجه. ضرب لا ضرب ضرب من غير كوره يا كابتن في المباراه. ما فيش تقرير. هي ثلاث مباريات. لا تبقى عقوبه عاديه خالص، يعني زي اي عقوبه موجوده في اللائحه، ثلاث مباريات.